ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده في الفيديو هنتكلم عن المشاكل اللي بتحصل بين الاخوات، المشاكل اللي بتحصل بين الاخوات ازاي نتعامل معاها. هنقول حبة خطوات كده نحاول نمشي عليها. اول حاجة لازم يكون في روتين او نظام لليوم، روتين او نظام لليوم مع اولادي، تمام؟ تاني حاجة في اطفال بتحب تلفت الانتباه. طيب انا عندي طفل ولد من اولادي او بيحب يلفت انتباهي، اعمل معاه ايه؟ اخصص له وقت في اليوم 10 دقايق اتكلم فيه معاه، تمام؟ ليه؟ ليه اتكلم فيه معاه؟ عشان يبقى عنده ثقة في نفسه، اعرفه ان انا مهتمية بيه وان انا بحبه. في اطفال بتحب تلفت انتباهي، يعني ممكن يخبط اخوه او اخته عشان خاطر يلفت انتباه ماما او بابا، تمام؟ طيب الحاجة الثالثة المهمة، عدم يعني مفيش وجود قانون في البيت. ليه؟ يعني ايه مفيش وجود قانون في البيت؟ يعني لازم يكون في قانون مع الأطفال. يعني ايه قانون؟ يعني في حاجات في اللعب كده، مثلا احنا هنلعب بالحاجة دي لوقت معين. طب لو هم كسروا الكلام حضرتك او كلام بابا في الوقت ده، لازم يكون في عقاب. ليه؟ عشان يعرفوا ان كلام بابا او ماما في البيت هو اللي بيمشي، وطبعا ده بيكون باتفاق مع الطفل. يعني دلوقتي احنا هنلعب، ده وقت اللعب. دلوقتي احنا مثلا هناخد الموبايل شوية، ده وقت الموبايل. هنخرج، ده وقت الخروج. يبقى في حاجة اسمها قانون، تمام؟ الحاجة اللي بعد كده لازم يكون في عدل بين الأطفال. يعني ما ينفعش أكون بعامل حد كويس وحد تاني وحش، ده بيخلي الطفل يقوم يضرب أخوه لأن هو متضايق منه أو متغاظ منه، لأن ماما أو بابا بيعاملوك أحسن مني، تمام؟ يبقى لازم يكون في عدل بين الأطفال. الحاجة اللي بعد كده، لازم أكون أنا كأم أو كأب أو كمربي قدوة لابني. ليه أكون قدوة لابني؟ يعني ما ينفعش مثلا إن أنا طول الوقت أنا وإن ماما وبابا بيتخانقوا قدام الأطفال وعايزين الأطفال ما تتخانقش، ما هو بياخد الصورة اللي حضرتك أو مامته اللي بابا وماما بيعملوها وبيروح منفذها على طول. زي ما بابا وماما بيتخانقوا أنا كمان هتخانق، يبقى لازم أكون أنا قدوة في الهدوء بتاعي قدام الطفل. الحاجة اللي بعد كده التعزيز الإيجابي. يعني إيه التعزيز الإيجابي؟ يعني أنا لاقية أولادي بيلعبوا مع بعض أقول لهم كويس، أنا هجيب لكم كذا، في لعبة جديدة هنلعبها بالمشاركة، نبدأ نلعب ألعاب فيها مشاركة كلنا مع بعض، وإن أنا أحمسهم على ده أو أشجعهم دايما على إنهم يلعبوا مع بعض. الحاجة اللي بعد كده نظرية دور ودور. بمعنى إيه دور ودور؟ اللعبة دي مثلا واحد بس اللي بيلعب بيها دلوقتي. طيب دلوقتي الطفل الاولاني هيلعب بيها لمدة 10 دقايق، بعد كده اخوه هيلعب بيها وقت اخوه، بعد كده وقت اخته، بحيث انه ده دورك وده دور اخوك وده دور اختك. اسمها نظرية دور ودور، تمام؟ بالاتفاق مع الاطفال. برضو الحاجة اللي بعد كده المشاركة. بس عايزين نقول ان المشاركة الاخوات لما بيلعبوا مع بعض بينمي عندهم حاجات، بينمي عندهم ضبط الاعصاب، ان هم يعني لما يكونوا ما يتعصبوش ويتنرفزوا كده، بينمي عندهم كمان التعاون، تمام؟ بينمي كمان عندهم التعبير اللفظي، يبقى فيه الفاظ جديده ومفردات جديده، تمام؟ حاجه كمان بينمي عندهم ان هم يفهموا شعور الشخص الاخر والدفاع عن النفس، ان هم ازاي يدافعوا عن نفسهم. دي حاجات بتنميها اللعب، ان الاخوات يلعبوا مع بعض، تمام؟ المشاركة بين الاخوات. حاجة كمان، لو حصلت مشكلة بين ولادي هما بيلعبوا، لازم اخد وقت كده ثواني افهم المشكلة دي، هل محتاجاني انا كأم او كأب اتدخل ولا هما هيقدروا يحلوها، تمام؟ لو هما هيقدروا يحلوها يبقى انا ارجع كده واسيبهم يتعاملوا مع بعض، اتفقنا؟ حاجة كمان، هندي مثال بقى لو مشكلة حصلت دلوقتي. الأخ الكبير ضرب أخوه الصغير. جيتي حضرتك بتشوفي ايه السبب، لقيتي ان أخوه الصغير شد اللعبة منه، فدلوقتي المفروض انت هتعملي ايه؟ هتقولي لأخوك كبير، هتقولي للكبير ما ينفعش تضرب أخوك الصغير، قول له أنا آسف، تمام؟ وهتقولي للأخ الصغير ما ينفعش ناخد حاجة مش حاجتنا الا لما نستأذن، استأذنت واخوك وافق خدها، ما وافقش ما تاخدهاش، قول له انك اسف، تمام؟ يبقى احنا في الحل في ال... في دلوقتي حضرتك عرفتي ده غلطه وعرفتي ده غلطه، وقلتي ويعني ثبتي سلوك ايجابي عند الاتنين، ثبتي عند الصغير سلوك الاستئذان، وثبتي عند الكبير حتة ان هو مش كل حاجة يتعمل بايده ويتطاول على اللي قدامه بالضرب، اتفقنا؟ حاجة كمان، لازم يبقى في تدريب للتعامل بين الاخوات. يعني ده موقف هيحصل ومواقف كتير هتتكرر، يعني لو هنعملها حتى زي مشاهد كده ونمثلها قدامهم عشان يتعودوا يتعاملوا مع بعض ازاي،
اتفقنا. ده كان موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، ازاي الاخوات اللي بيضربوا بعض ازاي نحاول نقلل ده شوية. اتفقنا، نتقابل ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.